أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بلادنا تعطي الدولة قروض، وهذه القروض ليست ربوية، لكنها تخصم مبلغا من المال وتقول إنه تأمين على الحياة. هذا هو، هذه الفوائد الربوية سميت بغير اسمها. إذا سميت بغير اسمها ما تغير الحكم. القرض ما يزاد عليه، يرد كما هو ولا يزاد عليه بأي اسم. نعم.